السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتحدث عن الفطريات الكيسية عمل الطالب محمد نبيل النبي. أول شيء سوف نتكلم عن أين تعيش. تعيش معيشة رمية، بعضها متطفلا إجباريا داخل أنسجة العائل، بعضها متطفلا اختياريا. يتفاوت أفراد هذا القسم تفاوتا كبيرا في الشكل الخارجي والتركيب الداخلي وطريقة التغذية، إلا أنها تشترك جميعا بصفة واحدة وهي التكاثر الجنسي. التكاثر، سوف نتكلم الحين عن التكاثر. تكاثرها جنسيا تكون الأبواق الجراثيم الكيسية الزقية داخل الأكياس الزقية، تتكاثر لا جنسيا بتكوين الأبواق الكوندية، أمثلتها فطر البنسليليوم والخميرة والكماء. والحين سوف نقارن بين الفطريات الكيسية والدعامية. الفطريات القيسية معقدة نوعا ما، ويحدث عندما يندمج خيطان فطريان أحاديا العدد الكروموسومي، فينمو جسم تكاثر منهما ليكون الكث الثمري. تندمج النواة 1N داخل الكث الثمري مكون اللقاح الزيجوت. تنقسم اللقاحات اختزاليا لتكوين 4 نواة، يكون العدد الكروموسومي فيها 1N، ثم تنقسم انقسام متساوي ليصبح هناك 8 نواة. تنمو النواة لتصير أبواقا كيسية، عندما تصبح الظروف البيئية مناسبة تنمو هذه الأبواق لتصبح غزلا فطريا. والآن سوف نتحدث عن الفطريات الدعامية. تحمل الفطريات الدعامية نواتين في معظم مراحل عمرها. يتكاثر الغزال الفطري بصورة دورية لينتج الثمرة الدعامية. يدمج الجسم الثمري سريعا نتيجة كبر الخلية لا انقسامها. تندمج نواتان داخل الدعامة لتكون نواة ثنائية الكروموسومات، ثم تنقسم اختزاليا وتنتج 4 نواة مفردة العدد الكروموسومي. تنمو هذه النواة لتصبح أبواقا دعامية تنبثق عن الدعامة خلال التكاثر، وتنتقل عن طريق الماء والهواء والحيوانات إلى أماكن أخرى. والآن هذه صورة للفطريات الكيسية. نوعان من الفطريات الكيسية تجدها بين الأشجار وتجدها عند أوراق الشجر في الغابات. وهذا كان باختصار درسنا للفطريات الكيسية.